السلام عليكم أصدقائي، مقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون بلعبة فيكا اكس دي. فيديو اليوم راح يكون خدعة بلعبة فيكا اكس دي، وراح تكون معنا لونا جيمر ويولا جيمز. لكن قبل البداية حطوا لايك واشتركوا بالقناة، حكيت لهم بالانستا انه هيك يكونوا بالفيديو. طبعا راح احكي لهم عن الخدعة راح نعملها، هم لسه ما عارفين شو هي الخدعة، والخدعة كتير 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 حلوة. اكيد راح ينصدموا منها، وهو راح نروح لعالم ما فيه جاذبية وعالم ثاني، يعني عالم بيكي اكس دي الثاني. فيلا، هاي الخدعة ما في حد يعرفها، وهذا يمكن يكون خطأ من هذا التحديث او مدري. فاول شي لازم نحصل على هذه البدلة، راح نحصل عليها هيك. اوكي راح انتظر هيك، حكيت لهم هيك اذا بدهم يعني يظهروا بالفيديو. طبعا هم وافقوا، وقريبا يا جماعة في مفاجأة لكم، لسه ما بدأنا اصلا فيها، لسه يعني ناخد افكار هيك رح تكون مشتركة، يعني مش انا لوحدي اللي في هاي الفكرة. فلهيك اتمنى تدعمونا، رح تكون مشتركة مع كتير كتير ناس هيك. يعني زي ما كنت عملت لكم يعني بالفيديوهات السابقة عن كيف نحصل على هذه، ورح نروح لهذا تبع سباق. سو هون هذه، بس المشكلة يا جماعة رح اروح لهناك لانه هذا سيرفر خاص، ف المدينة يعني فارغة هيك وما في حد هيك. وين لون هذه هي؟ اوكي اجت، والحين هون هيك. طبعا ما في كثير كثير اشجار. اوكي هيك، واخيرا حصلنا عليها. يمكن هي كمان راح تحصل، حصلت ولا لا راح نشوف الحين اذا حصلت ولا لا. جايز وينها؟ حصلت عليها، فلسه ما خلصنا الخدعة اصلا. فلهيك هي هذه بس يعني هيك جزء من الخدعة. الحين راح تاخدي مشروب الطاقة عشان راح يساعدنا بالخدعة، وانتو كمان طبقوا. طبعا ملاحظة جايز، البرج انفتح، فكنت بصور الحين الفيديو ونمسح ما بعرف شو حصل له. فالمهم نزلت لكم منتدى شو في الصندوق وهيك، فروحوا وشوفوا. الحين جايز احنا رح ناخذ مشروب طاقة ثاني مرة، لانه لونا ما بعرف شو حصل لها، خرجت من اللعبة وما بعرف طلعوها. فهيك بعدين شو راح تعملوا؟ راح تروحوا هون على هذه جزيرة الادمن الجديدة او هذا البيت. طبعا في اشياء جدا غريبة، فهذه الخدعة يعني بدون بدلة يعني، وروحوا يمكن لكم تتصوروا هناك. اوكي لونا الحين راح نشرب مشروب الطاقة الحين. كنا اوكي شربنا الحين، وشوفوا شو راح نعمل. فانتوا كمان يعني طبقوا هيك. راح نجي هون، لا ما بدي اسقط هيك، راح اجي على هذا المكان. هم اجوا طبعا لينا اجت، والحين شو راح نعمل؟ سو هيك هم هيك، فطبقوا نفس يعني زي ما اسوي اعملوا، راح تزبط معاكم، تزبط يعني حتى بدون مشروب الطاقة. فهيك، وزي ما قلت لكم انه قريبا في مفاجأة لكم، لسه بنحضر لها يعني. شفتوا؟ وهيك هذه هي الخدعة. طبعا صدمت بالكامل، صدمة كبيرة صح؟ هيك هذه هي خدعتنا، كتير كتير حلوة صح؟ شوفوا أماكن غريبة، فرح نستكشف الأماكن معاكم. وهيك طبعا في هذا النطيطة، وطبعا قالت واو، وطبعا هيك. فأنا الحين يعني أسوي مونتاج وأتكلم، فخدعة يعني هيك بصراحة كتير حلوة وتنفع للصور. رح أقول لهم اتبعوني طبعا عشان ناخد حذاء تزلج هون، ما بعرف وين مكانه، لأنه يعني هون هذه المدينة الثانية والمدن هذوك، فما بعرف إذا هذا خطأ أو مدري شو، فما بعرف الحين. فراح ابحث على حذاء تزلج يعني، وفي يعني اماكن يعني زي هيك ما بيظهر لكم انه في كريزيورين او هيك. اوكي شوفوا، طبعا صدمت، يمكن راح تنزل هاي كمان هي في قناتها.
فبس حبيت أعلمها الخدعة هذه. وهذا كان هو فيديو اليوم، فما رح يظهر لكم يعني الفيديو كله عشان ما يكون هيك كتير طويل، رح يكون شوية خفيف ظريف. تروحوا تتابعوني على الانستا وباي.